يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعاذة هل تعد صفة من صفات الله عز وجل؟ لا، الاستعاذة عملك أنت، أنت اللي تستعيذ، ما هي صفة من صفات، لكن أن تستعيذ بصفة من صفات الله، أعوذ بكلمات الله، فالمستعاذ به كلمات الله، والمستعيذ أنت، والاستعاذة صادرة منك أنت. نعم، وهي نوع من أنواع العبادة. نعم.